السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة أخبار مفصلة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الياباني. أهمية استقبال الطلاب وتلمس احتياجاتهم. الطالب في غربة، بيته هو السفارة والملحقين. وزير التعليم يشدد على أولوية التواصل مع المبتعثين من قبل كل الملحقيات. مجلس النواب البحريني يندد بسلوك قطر في المياه الإقليمية. الرئيس الأمريكي يواصل اتهاماته للديمقراطيين بتزوير الانتخابات الرئاسية. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا بدولة رئيس الوزراء الياباني السيد يوشيهيدي سوغا. عبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة للسيد يوشيهيدي سوغا بتولي رئاسة الوزراء في اليابان، متمنيا له التوفيق. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على حرص البلدين لتعزيز التعاون المشترك في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030. استقبل فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمقر إقامته صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع. وأجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في اليمن وخطوات تنفيذ اتفاق الرياض وجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث للتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن لاستعادة مؤسساته وأمنه واستقراره. شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم في افتتاح المنتدى السادس لحوض المتوسط والشرق الأوسط الذي افتتحه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب ودول أوروبا الرئيسية. من فرنزينا مقر وزارة الخارجية في روما انطلقت اليوم فعاليات المنتدى السادس رفيع المستوى لحوارات البحر المتوسط والشرق الأوسط عن بعد هذا العام بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا. يشارك في المنتدى معالي وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وأكثر من 40 وزيرا ومسؤولا عربيا ودوليا، من بينهم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا ورئيس المجلس الأوروبي وعدد كبير من وزراء الاتحاد الأوروبي. الحوارات تنقسم إلى 4 محاور مواضيعية: الرخاء المشترك، الهجرة، الأمن المشترك، الثقافة والمجتمع المدني. كل محور من هذه المحاور الحاسمة بالنسبة لمستقبل المنطقة، إلى جانب القضايا التاريخية وعناصر التوتر قد تفاقمت فجأة جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة للجائحة، وانبثق عن ذلك إطار سياسي واقتصادي واجتماعي مثير للقلق بالنسبة لمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط الموسع بأسرها. وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في افتتاحه للمنتدى تطرق لاستعراض العديد من القضايا وبؤر التوتر وعلى رأسها إيران وتركيا واليمن وليبيا، مؤكدا أن جائحة الكوفيد-19 أبرزت هشاشة الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وأدت إلى تفاقمها، مما يستوجب الحوار والتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المصلحة كافة لطرح أفكار وحلول مبتكرة لمشكلات المنطقة. النسخة الافتراضية لمنتدى المتوسط والشرق الأوسط 2020 ترتأي طرح حلول مشتركة ليستفيد منها صناع القرار في مواجهة قضايا المنطقة الحالية والمستقبلية. مجدي عنبر لتلفزيون المملكة العربية السعودية، روما.
أهلا بكم. في أخبار المناطق، رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني في المنطقة، واطلع سموه والمجتمعون على عرض مرئي عن اللجنة وأبرز إنجازاتها، كما جرت مناقشة مشاريع أمانة القصيم لدرء مخاطر السيول وما تمت معالجته من مواقع تجمع مياه الأمطار وخطة فرع وزارة النقل في تصريف السيول ونسب الإنجاز في مشاريع درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار والمعوقات التي تواجه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في نقل تصريف محطة تنقل الصرف الصحي من وادي الرمة إلى غابة عنيزة. مشروعات صحية نوعية تعنى بتكامل الخدمات العلاجية. سمو أمير منطقة القصيم يفتتح مشروعات صحية بحضور وزير الصحة دكتور توفيق الربيع. نتابع هذا التقرير. إسهاما في تطوير الخدمات الصحية وبنيتها التحتية، أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز دشن عددا من المشروعات الصحية بالمنطقة بحضور وزير الصحة، وتمثلت المشروعات تطوير الأقسام العلاجية والوحدات التخصصية والعناية المركزة في عدد من المنشآت الصحية بمدن ومحافظات المنطقة، كما وقف سمو على مشروع تطوير مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة. اليوم الحقيقة لنا وقفات مع مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ورأينا التطويرات واللمسات الجميلة مع ما أضيف لها الحقيقة من مراكز متخصصة سواء الكلى وإنجازات الحقيقة مراكز متخصصة أخرى، فالحقيقة يعني شيء والله الحمد يرفع الرأس ويعتبر مفخرة لنا حقيقة. أنا أؤكد أن عندما يتطور مثل هذا المستشفى وهو في منطقة مثل منطقة القصيم سوف يخفف كثيرا على التحويل إلى منطقة مدينة الرياض والمستشفيات الكبيرة المتخصصة فيها. وتعزز المشروعات منظومة الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمستفيدين. افتتاح مجموعة مشاريع تطويرية في مستشفى الملك فهد التخصصي، وهذه إضافة كبيرة لهذا الصرح الطبي والذي يخدم كما ذكر سمو الأمير منطقة القصيم والمحافظات المجاورة، ويحال له كثير من الحالات المعقدة وبه كفاءات طبية مميزة. فرصة حقيقة أشكر كل عملي في هذه المنشأة الطبية، وكذلك فرصة أشكر كل الزملاء والزميلات في منطقة القصيم على جهودهم الجبارة في تعامل الجائحة، والحمد لله نرى الأمور مستقرة وإن شاء الله الناس تلتزم بالاحترازات حتى نضمن إن شاء الله استمرار السيطرة عليها. أمير القصيم شهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات بين التجمع الصحي وعدد من القطاعات الحكومية، كما كرم سمو الداعمين والمساهمين في برنامج المشاركة المجتمعية مع التجمع الصحي. لأخبار السعودية، علي العطينان، بريدة. من جانب آخر، كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رجل الأمن الرقيب خالد العنزي من منسوب القوة الخاصة لأمن الطرق في المنطقة تقديرا لجهوده وتميزه في أداء مهام عمله، ونوه سموه بالدور الذي يقوم به رجال الأمن في الحفاظ على أمن الوطن وحماية مقدراته وخدمة المواطنين والمقيمين. التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة رئيس نادي قلوى الرياضي علي الصلاحي، يرافقه مدرب ألعاب القوى بالنادي الكابتن صالح الغامدي والعداء محمود بن محمد. واستمع سمو أمير منطقة الباحة خلال اللقاء إلى شرح من الصلاحي عن إنجازات النادي، وهنأ رئيس وأعضاء النادي بما حققوه من إنجازات في مختلف الألعاب الرياضية، حاثا إلى تكثيف الجهود في المرحلة المقبلة التي سيكون النادي فيها ممثلا لمنطقة الباحة على مستوى المملكة في فئة الناشئين. أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بالأعمال المتميزة التي يقدمها برنامج سفراء الوسطية من خلال نشر مفهوم الوسطية والاعتدال وتقديم مبادرات تسهم في تعميق مفهوم الوسطية وتعزيز الولاء والانتماء.
وأكد سموه خلال تدشين أعمال الموسم الخامس من البرنامج الذي تنظمه جامعة طيبة بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تحت شعار فكر، أن مناشط وفعاليات البرنامج من المبادرات والأعمال المجتمعية الجليلة الساعية لنشر مفهوم الفكر الوسطي بين الشباب الجامعي، ليكون الشاب السعودي نموذجا يحتذى به في التوسط والاعتدال بعيدا عن الغلو والتطرف في جميع تعاملاته، تأكيدا على القيم الإسلامية السمحة، مثمنا حرص الجامعة على تطوير مبادرات البرنامج وموضوعاته لتحقيق أهدافه السامية. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على تقرير عن جهود فرع وزارة الإعلام، ونوه سموه خلال لقائه بمدير فرع الوزارة خالد استيري بالدور المهم والمحوري للإعلام في التنمية ونقل الرسالة الإيجابية عن المملكة ودورها الريادي في العالم والتعريف بالمنجزات الحضارية التي تحققت، مؤكدا سموه أهمية مراعاة المهنية والتطوير المستمر لمنسوب الإعلام. نوه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بدعم واهتمام القيادة بالمبتعثين والمبتعثات حول العالم وتيسير رحلتهم التعليمية لخدمة وطنهم والمشاركة في تنميته وضمان استمرار الخدمات المقدمة لهم رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا. وقال آل الشيخ خلال افتتاحه لأعمال الملتقى السنوي للملحقين الثقافيين إن التواصل مع المبتعثين والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم يمثلان أولوية لعمل كل ملحقية التي تمثل البيت الأول مع السفارة لكل مبتعث، داعيا إلى إبراز قصص نجاح المبتعثين للرفع من قيمة الطالب السعودي ومنافسته عالميا، مضيفا إلى أن دور الملحقيات الثقافية مهم في تقوية العلاقات الدبلوماسية والثقافية والتعليمية بين المملكة ودول العالم المختلفة، مشيرا إلى ضرورة مساعدة المبتعثين. أهمية استقبال الطلاب وتلمس احتياجاتهم، الطالب في غربة بيته هو السفارة والملحقية. حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة المدينة المنورة المركز السابع في منافسات الأولمبياد العالمي للروبوت عبر فريق الروبوت بمدرسة العقيقة الأهلية، حيث يضاف هذا الإنجاز إلى سجلات إنجازات الوطن. مراسلنا من المدينة المنورة الزميل وائل رفيق ينقل إلينا تفاصيل أكثر عن هذه المسابقة. وائل أهلا وسهلا بك ابتداء، ثم حدثنا عن تفاصيل هذه المسابقة وأبرز الإنجازات التي حققها تعليم منطقة المدينة المنورة، تفضل. أهلا يوسف وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام مشاهدي السعودية. حقيقة نتواجد نحن الآن في تعليم منطقة المدينة المنورة لرصد هذا الإنجاز الرائع الذي حقق للمنطقة وللوطن، وهذا ليس بمستغرب على أبناء هذا الوطن الغالي. للحديث عن هذا الموضوع وعن هذا الإنجاز هنا في المدينة المنورة، يسعدنا أن يكون معنا فيما يلي في هذه الدقائق دقائق تكريم هؤلاء الطلاب من تعليم منطقة المدينة المنورة سعادة الأستاذ ناصر العبد الكريم مدير عام تعليم منطقة المدينة المنورة. حياكم الله أستاذ ناصر، وألف ألف مبروك للوطن ولأبناء المدينة المنورة هذا الإنجاز. الله يبارك فيكم ونبارك لأبناء المملكة العربية السعودية ونهدي هذا التميز الذي حاز عليه أبناؤنا لقيادتنا الكريمة التي دعمت بسخاء التعليم.
حقيقة سعداء جدا بتحقيق أبنائنا اليوم المركز السابع على مستوى العالم في مسابقة الروبورت للناشئين، وهذا المركز حقيقة مركز متقدم على 51 فريق شارك في المسابقة من أكثر من 45 دولة. فيعني حقيقة هذا الإنجاز يشكر فيه أولا الطلاب اللي تعبوا على أنفسهم بالتدريب، وأيضا الشكر لمعلمينا الأفاضل للمدارس التي كانت أهلت هؤلاء الطلاب، أيضا للمشرفين وللجميع الذين حقيقة كانوا خلف هذا الإنجاز. أيضا حقيقة الشكر لمعالي الوزير ولوزارتنا حقيقة على الدعم السخي والمتابعة الحثيثة لتدريب الطلاب ومشاركتهم. شكر لزملائي في إدارة النشاط وللجميع، حقيقة إنجاز نفخر به، نفخر بطلابنا، وأثبت الطالب السعودي اليوم تميزه في كل المجالات. أيضا اليوم نحتفي بتكريم طالب أيضا من طلابنا حاز على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الرياضيات الدولية على مستوى الناشئين، وهذا أيضا إنجاز نفخر به في المدينة المنورة ونفخر به في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا الطالب الأول والفائز بهذه الجائزة، نتعرف باسمك؟ حمزة حسام منصور من مدارس العقيق. حمزة، نبغى نعرف من خلالك التحقيق اللي انت حققته من خلال هذه الجائزة. الحمد لله، طبعا بفضل من الله، انا وزميلي عبد الرحمن صيرفي. ما شاء الله، انتم الاثنين في نفس الجائزة. نعم، في نفس الجائزة، المركز الأول على المملكة في أولمبيات العالم للروبوت، وايضا المركز السابع على مستوى العالم. الحمد لله. الحمد لله. ايضا صارفي، ما هي الكلمه اللي تقولها لوالدينك؟ اشكر كل الناس اللي ساعدونا، اشكر الاداره، واشكر المدرسه، واشكر صاحبي حمزه. اخيرا ايضا تكلمنا عن الجائزه اللي حققتها. هذه جائزه من مسابقه عالميه للناشئين في الرياضيات. الحمد لله قدرت احقق الدرجه الميداليه الفضيه، أشكر أستاذ طه ومدرستي وأمي وأبويا، كل ما ساعدني عشان أحقق هذا الشيء. ألف 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 مبروك، ألف مبروك أستاذ ناصر. وأخيرا نود أن تحدثنا عن حرص إدارة تعليم المدينة إلى المشاركة في مثل هذه المسابقات. لا شك الوزارة وزارة حريصة على أنه أبناء الوطن تبرز منجزاتهم ومخرجاتهم. اليوم إحنا نتحدث عن مخرج تعليمي مميز أثبت المملكة العربية السعودية في كل المحافل الدولية وفي مسابقات علمية كثيرة، يعني في الموهوبين، في الابتكار، في الإبداع، في مسابقات الرياضيات، في جميع الأولمبيات التي شاركت في الوزارة، والله الحمد حققت ميداليات متقدمة من ضمن هذه الميداليات. هناك زملاء حقيقة في إدارتي الموهوبين وإدارة النشاط العلمي يعملون بشكل مستمر، بالإضافة إلى المعلمين المتميزين الذين يعملون داخل الفصل وأخرجوا هذه المخرجات. اليوم هذه المسابقات تمت عن بعد، وحقيقة أيضا تثبت منصة مدرستي والتعليم عن بعد أن التميز والله الحمد موجود، والطالب السعودي دائما حقيقة نفخر به في كل مجال. وما كان هذا ليكون لولا الدعم من القيادة ومن أيضا الأسر من الوزارة. الحقيقة يعني اجتمعت الجهود وحققت لنا هؤلاء الأبطال، وإن شاء الله المدينة تحقق إن شاء الله أكثر وأكثر، وطلاب المملكة جميعا إن شاء الله دائما في الريادة وفي الصدارة. ألف ألف شكر، شكرا جزيلا لكم أستاذ ناصر، وألف مبروك على هذا الإنجاز. إذن يوسف، هذا إنجاز يجير للوطن ويجير لأبناء الوطن، شباب المستقبل بإذن الله تعالى. نعم الزميل والرفيق، شكرا جزيلا لك ولضيوفك الكرام، ومبارك لنا ولهم هذا المعجز. كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإزالة أثار الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة. وتأهبت الإدارات المعنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقة يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.
أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة التابعة للإدارة العامة لشؤون الخدمية مشروع التتبع الذاتي لصهاريج مياه زمزم أثناء استخدامها. وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة الأستاذ يوسف العوفي أنه تم تركيب شرائح التتبع على عدد من صهاريج زمزم والتي يمكن من خلالها معرفة سير المركبات والمدة الزمنية لوصولها وكذلك الإشعار أثناء الوصول لمنطقة التفريغ عن طريق الإشعارات التنبيهية بالإضافة إلى إمكانية تحديد خط السير أثناء الازدحام. ويعمل المشروع على سلامة المياه أثناء النقل والبعد عن مصادر التلوث والمحافظة على سلامة زائري المسجد النبوي. في آخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 322 حالة إصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 356,389 حالة، من بينها 5,334 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 699 حالة حرجة. كما تم تسجيل 428 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 345,215 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5,840 حالة، بإضافة 15 حالة وفاة جديدة رحمهم الله جميعا. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الداخلية أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت بتوفيق الله عن إحباط محاولات لتهريب 459 كيلو جراما من الحشيش المخدر و24 طنا و731 كيلو جراما من الجات المخدر في منطقتي جازان ونجران. نجح البريد السعودي عبر خدمة البريد الدوائي التي أطلقها في شهر أبريل الماضي من تسليم أكثر من 65 ألف وصفة طبية للمرضى المستفيدين في جميع مناطق ومحافظات المملكة. إن بلادكم المملكة السعودية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى ما لديها من إمكانيات، فتجعلها عزيمتكم قوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب. اطمئنوا، أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولاً. تفاعل مع هالفرص لإبراز دور المشغل الوطني ودور هالمنظومة الأساسي في خدمة الوطن واستمرارية الحياة الكريمة، سواء كان مواطنين أو مقيمين. طلبت الأدوية من وزارة الصحة ووصلت لنا البريد السعودي بشكل سريع جداً، يعطيكم العافية، خصوصاً مع أزمة كورونا صار الخروج من البيت صعب، لكن جهود تشكرون عليها.
دعا رئيس البرلمان العربي عادل العصومي الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتمكين الفريق الأممي من دخول خزان الصافر النفطي وإجراء الصيانة المطلوبة تجنبا لوقوع كارثة إنسانية كبرى، مطالبا المجتمع الدولي بالتخلي عن حالة الصمت تجاه تعنت ميليشيا الحوثي ومنع الفريق الأممي من صيانة الخزان لتفادي كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية في البحر الأحمر. أكد العصومي أن استمرار ميليشيا الحوثي في مماطلتها وتعنتها يعكس عدم اكتراثها بالمخاطر الكارثية المترتبة على عدم صيانة الخزان، ويؤكد استمرارها في تنفيذ الأجندة التخريبية الإيرانية لنشر الدمار والفوضى في المنطقة. وحذر رئيس البرلمان العربي من الوضع شديد الخطورة الذي وصل إليه الخزان الذي لم يخضع للصيانة منذ 5 سنوات، مشيرا إلى أن بعض التقارير الدولية أظهرت صورا حديثة تم التقاطها مؤخرا عبر الأقمار الاصطناعية تؤكد أن سفينة صافر بدأت بالتحرك من مكانها، ما ينذر بقرب وقوع أكبر كارثة تسرب نفطي على مستوى العالم. إلى ذلك يتواصل الدعم المستمر من قبل المملكة للشقيقة اليمن، حيث دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة تجفيف مياه الأمطار لعموم مديريات العاصمة المؤقتة غدا بعد هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، حيث يأتي ذلك استجابة لأهالي المديريات بإزالة مياه الأمطار المتكدسة. في إطار دعم مستمر من قبل المملكة العربية السعودية، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن بعد هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، حيث يأتي ذلك استجابة لأهالي المديريات بإزالة مياه الأمطار المتكدسة. نحن اليوم ندشن حملات الرش حملات شفط مياه الأمطار في العاصمة المؤقتة عدن. تأتي هذه الحملات ضمن مشروع مكافحة حمى الضنك الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وينفذه الشريك المحلي مؤسسة العون للتنمية. يتزامن ذلك مع تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة الرش الضبابي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك والملاريا في مديريات محافظة عدن على مدى 5 أشهر، حيث يأتي ذلك في إطار المساهمة لحماية المواطنين من الأمراض الوبائية. الأعمال الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان تأتي في الأولوية لهذا المركز، مساعدة المواطن واليمنيين بالوقاية من الأمراض بعد الأمطار والأعاصير التي تصل إلى السواحل اليمنية. ندرك بأن خلال الفترة الماضية كان هناك الكثير من الأمراض المعدية التي انتشرت إثر تكدس المياه وتكدس الأمطار في الشوارع. محاولة شفط هذه المياه لتجنب انتشار الأوبئة والأمراض المعدية يساعد اليمنيين بعدم الوقوع في الأمراض وعدم وتجنب الكارثة. دعم سعودي في ازدياد مضطرد لليمنيين في كافة المجالات الإنسانية لا سيما القطاع الصحي، حيث توليه المملكة العربية السعودية أولى اهتماماتها. دعم إنساني كبير تقدمه المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لا سيما في القطاع الصحي عبر الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك والملاريا وكذا شفط مياه الأمطار المتكدسة والتي جاءت نتيجة للأمطار التي هطلت بغزارة خلال اليومين الماضيين. مروى النبيل لتلفزيون المملكة العربية السعودية عدن. باشرت هيئة التراث أعمالها بشأن التحضير لترميم قصر صهود التاريخي في الأحساء بعد الانهيار الجزئي لأحد أسواره لأسباب إنشائية. نتابع هذا التقرير. يعد قصر صهود من المعالم التراثية التي ستنتقل مسؤولية الإشراف عليها إلى هيئة التراث، ويمتد عمره إلى القرن 7 الهجري، ويحيط به سور عال به 7 أبراج مخروطية للرقابة، ويتضمن بئرا ومسجدا وإسطبلات خيول وقبوا وعددا من الغرف إضافة إلى ساحة مفتوحة. وتعمل الهيئة على تنفيذ عمليات الترميم بشكل عاجل لاستعادة الحالة الأصلية للسور،
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود هيئة التراث لخدمة التراث الثقافي بقوالبه المادية وغير المادية وصيانة المواقع التراثية وحفظها وصونها وحمايتها من المؤثرات الطبيعية والتدخلات البشرية. يقع قصر صهود الأثري في حي الحزم وسط مدينة المبرز، ثاني أكبر مدن محافظة الأحساء، وهو القصر الذي ينتظر أهالي الأحساء بشوق كبير الانتهاء من ترميمه وفتحه للزوار بعد عقود من إغلاقه. يعود مسمى القصر إلى مدفع عظيم كان منصوباً داخل أبنية القصر يطلق عليه صهود، كما أشارت إليه بعض الكتب التاريخية. ويعتبر قصر صهود الموجود في الأحساء من أشهر القصور التاريخية التراثية حالياً، وقد بني هذا القصر على هيئة هضبة مرتفعة تقع في الجهة الغربية خارج أسوار مدينة المبرز شمال مدينة الهفوف، وهو مخصص للاستخدام العسكري ويظل واحداً من أبرز الأماكن السياحية التراثية بالشرقية بشكل عام. في أخبار الطقس وبشائر الخير والبركة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الحدود الشمالية. وكانت محافظة جدة قد شهدت منذ صباح الباكر لهذا اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وحسب التوقعات والرصد الجوي سيكون هناك استمرار لهطول الأمطار. وللمزيد حول ذلك ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية من جدة الزميل عبد الله الغامدي. أهلا وسهلا بكم عبد الله إلى هذه النشرة، ثم صف لنا الأجواء لديكم كما هي الآن. عبد الله تفضل. في البداية أمسي عليك زميلي يوسف وعلى مشاهدي أخبار السعودية. بالفعل جدة تعيش هذا اليوم أجواء جميلة، بدأت تقريبا منذ 9 صباح هذا اليوم هطول أمطار. هذه الأمطار كانت متفرقة على أجزاء كبيرة من محافظة جدة، يظل الجزء الشمالي هو الأكثر تأثرا. بدأت كثافة الأمطار فيه تقريبا من الساعة 9 صباحا واستمرت حتى الساعة 11:30، بينما الأجزاء الأخرى تنوعت فيها ما بين خفيف إلى متوسط إلى فترات متقطعة لا تتجاوز النصف ساعة. جدة تعيش هذا اليوم أجواء جميلة جدا من جميع النواحي. في هذا التوقيت بالذات جميع الشوارع تكاد تكون مليئة بالمركبات المتجهة إلى الكورنيش لقضاء أوقات جميلة. الحقيقة هناك جهود بذلت من كافة الجهات وعلى رأسها مركز الأزمات والكوارث بأمارة منطقة مكة المكرمة الذي يعمل على مدار الساعة على تغطية ومتابعة أجزاء منطقة مكة المكرمة، خاصة في ظل التحذيرات التي وصلت والتنبؤات الجوية من قبل هيئة الأرصاد. الحقيقة حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معي الأستاذ محمد البقمي متحدث أمانة جدة. أهلا وسهلا ومرحبا فيك. ودنا تحدثنا عن الجهود التي بذلت اليوم للتغلب على مياه الأمطار وتجمعاتها. أمانة محافظة جدة وضعت خطة لموسم الأمطار، تم ليلة البارحة بعد التنبيهات الواردة من هيئة الأرصاد نشرت جميع الفرق الميدانية للتأكد من جاهزية جميع الفرق في الميدان. تم خلال الفترة الماضية أيضا التشيك على مواقع الشبكات للتأكد من جاهزيتها. أيضا مع وقوع الحالة المطرية تم مباشرة المواقع لضمان سحب المياه من الشوارع والميادين
وضمان انسيابية الحركة في المدينة. أيضا الزملاء الآن ما زالوا في الميدان في بعض المواقع شغالين على سحب المياه، وإن شاء الله خلال ساعات يتم سحب جميع المياه من الشوارع الرئيسية والمحاور. هل للتصريف الصحي وعفوا تصريف مياه السيول والأمطار والمشاريع التي نفذتها الأمانة دور في تخفيف كثافة المياه الموجودة في العديد من المناطق؟ بالتأكيد أمانة محافظة جدة تعمل الآن على حزمة من مشاريع تصريف مياه الأمطار داخل المدينة. تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 12 مشروع، تم الانتهاء من 6 مشاريع وجاري العمل في 6 مشاريع، وإن شاء الله سيلحقها مراحل أخرى يتم خلالها تنفيذ مشاريع على مستوى المدينة. شكرا لكم متحدث أمانة جدة محمد البقمي. الحقيقة جدة وغيرها من مناطق المملكة تكاد تكون أجواؤها رائعة في هذه الأيام. نعم زميلي يوسف إليك. نعم زميل عبد الله الغامدي، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم هذا الوصف وهذه الإضافة، ونتمنى الخير إن شاء الله بإذن الله تعالى في القادم من الساعات والأيام. نبهت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار المتوقعة، وتهيب بالجميع اتباع التعليمات والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول. ولمزيد من التفاصيل ينضم لنا من مدينة أبها مراسل وأخبار السعودية الزميل عبد الله العبيد. عبد الله أهلا وسهلا بك ابتداء، ثم الدفاع المدني كما قرأنا أصدر تنبيهات من استمرار التقلبات الجوية، كيف هو المشهد لديكم في أبها؟ تفضل. صحيح يوسف، حذرت مديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير من خلال متحدثها الرسمي لضرورة أخذ الحيطة والحذر هنا في منطقة عسير في ظل ما تشهد المنطقة خلال اليومين الماضيين وخلال هذا اليوم أيضا من هطول أمطار متوسطة الغزيرة على العديد من المحافظات والمدن الموجودة في منطقة عسير، لا سيما اليوم منطقة عسير منذ ساعات المساء الأولى شهدت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة أبها وضواحيها، وكذلك العديد من المحافظات كمحافظة سرات عبيدة وخمس مشيط وأحد رفيدة إلى جوار أيضا المحافظات التهامية كمحافظة رجال ألمع ومحاي العسير وصولا إلى بارق والمجاردة. أيضا فيما يخص السواحل الساحلية التي شهدت أيضا فرصة لهطول الأمطار منذ ساعات المساء الأولى لهذا المساء، وأيضا هذا يؤكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لا سيما ونحن في عطلة نهاية الأسبوع. أقف الآن وكاميرا أخبار السعودية ترصد لكم جزء من هذه الأحوال الموجودة هنا في رأس عقبة الضلع المؤدية إلى محافظات التهامية كمربى وأيضا سواحل الساحلية لمنطقة عسير كالبرك والمجارد والبرك والحريضة أيضا التي تشهد أيضا إقبال كبير جدا. ما أؤكد عليه أيضا منطقة عسير مشتهرة بالعديد من الأودية الكبيرة جدا التي تحظى أيضا بسيول منقولة من مناطق بعيدة جدا، وهذه أيضا تشكل خطورة كبيرة جدا. ما أكد عليه المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وضرورة استجابة أيضا المواطنين والمقيمين لنداءات الجهات الحكومية المشاركة. على يميني الآن تشاهدوا الحركة المرورية المؤدية إلى عقبة الضلع، الحركة مستمرة، هناك كثافة كبيرة جدا في نهاية الأسبوع والناس متجهين إلى المناطق الدافئة في ظل تواجد أيضا الجهات الأمنية التي شاركت أيضا كالمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير وكذلك المديرية العامة للمرور والعديد من الجهات كأمانة منطقة عسير التي تستعد في ظل حدوث تطورات للحالة الجوية التي تشهدها منطقة عسير سواء في تدني مستوى الرؤية وأيضا كثافة وغزارة الأمطار على مدينة أبها وضوحيها وكذلك المحافظات القريبة في منطقة عسير لا سيما التي تشتهر بإقبال كبير جدا في ظل هذه الأوقات. نعم الزميل عبد الله العبيد، شكرا جزيلا لك هذا الوصف وهذا المشهد المبهج. ويلتحق بنا هاتفيا مشاهدينا الكرام متحدث المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي. مقدم محمد أهلا وسهلا بك ابتداء، ثم نبهت المديرية العامة للدفاع المدني على عموم مناطق المملكة من التقلبات الجوية لهذا اليوم واليومين القادمين، ما هي الاستعدادات التي استعدها الدفاع المدني للتعامل مع هذه التقلبات؟ تفضل. مساء الخير. الدفاع المدني عمل على الاستعداد على عدد من المستويات، مستوى التنسيقي والتي سبقت الحالة المناخية من خلال تفعيل كافة لجان الدفاع المدني الفورية في المناطق واللجان الدفاع المدني الفرعية بالمحافظات
وتحديث البيانات وتوزيع المهام والأدوار المنوطة بكل جهة من الجهات الحكومية أعضاء اللجان الفورية على الجانب التنسيقي، أيضا جانب العمليات وهو تحديث خطط وتدابير أعمال الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول، والاستعداد في تجهيز فرق الإسناد والدعوم في كافة مناطق ومحافظات المملكة، مرحلة دخول الحالة المناخية فور ورود تقرير الهيئة العامة لصالح حماية البيئة عمل الدفاع المدني على بث رسائل توعوية مختلفة عبر وسائل الإعلام وأيضا عبر هواتف الجميع كرسائل نصية للحديث عن الحالة وموعد وصولها والإرشادات والتعليمات المناسبة لهذه الحالة. أيضا عمل الدفاع المدني أثناء دخول الحالة بانتشار ميداني والذي بدأ ليلة البارحة في منطقة الباحة وعسير وجازان واليوم في منطقة مكة المكرمة والتي تعرض لأجزاء منها في محافظة جدة، انتشار ميداني لرجال الدفاع المدني والآليات والمعدات المناسبة والملازمة لهذه الحالة. ولله الحمد لا زالت الفرق في الدفاع المدني في متابعة مستمرة على الحالة التي تشهد المملكة والمتوقع أن تستمر بموجب التقرير خلال 10 أيام القادمة. حتى الآن ولله الحمد لم تسجل أي بلاغات إصابات جراء هذه الحالة، وإن شاء الله أمطار خير وبركة. نعم بإذن الله تعالى. مقدم محمد، يعني هل من رسالة تود أن توجهها للمشاهد الكريم قبل أن أختم معك هذا الاتصال؟ نتمنى من الجميع الأخذ بإرشادات وتعليمات الدفاع المدني، عدم التوجه للمناطق البرية خاصة هذه الفترة كون المناطق التي تشهد أمطار تلك مناطق شديدة الوعورة، عدم قطع الأودية أو مجاري السيول أو حتى القرب منها كون الآن بعض المناطق تشهد جريان للأودية، هي مجراها الطبيعي بالتأكيد، ولكن محاولة المرور أو قطعها تشكل خطورة للأشخاص ومن معهم. نعم، المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه النشرة. مشاهدينا الكرام، نشرتنا انتهت وبقي تذكيركم بأهم ما جاء فيها. سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الياباني. أهمية استقبال الطلاب وتلمس احتياجاتهم. الطالب في غربة، بيته هو السفارة والملحقين. وزير التعليم يشدد على أولوية التواصل مع المبتعثين من قبل كل الملحقيات. مجلس النواب البحريني يندد بسلوك قطر في المياه الإقليمية. الرئيس الأمريكي يواصل اتهاماته للديمقراطيين بتزوير الانتخابات الرئاسية. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، وبإمكانكم متابعة أخبار قناة السعودية عبر حسابات التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة أمامكم. في أمان الله.